وفي السنة الخامسة عشرة من ملك القيصر تيباريوس، حين كان بيلاطس البنطي حاكما على منطقة اليهودية وهيرودس حاكم ربع على الجليل، كانت كلمة الله على يوحنا بن زكريا وهو في البرية. أنا هو الصوت الصارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة، كل واد يمتلئ وكل جبل وأكمة ينخفض، وتصير المعوجات مستقيمة والشعاب طرقا سهلة، ويبصر كل بشر خلاص الله. يا أولاد الأفاعي، من أنذركم لتهربوا من الغضب الآتي؟ أثمروا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تقولوا في أنفسكم إن إبراهيم أبونا، فها أنا ذا أقول لكم إن الله قادر أن يجعل من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. ها هي الفأس قد وضعت على أصل الشجر، فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم بالماء، ويأتي الآن من هو أقوى مني، ولست مستحقا أن أحل رباط حذائي. فهو الذي يعمدكم بالروح القدس والنار. ونزل عليه الروح القدس متخذا هيئة جسمية مثل حمامة، وانطلق صوت من السماء يقول: أنت ابن الحبيب، بك سررت كل السرور.